قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قصص النبي المصطفى حلو جميل فيه المواعظ والهدى أدب أصيل من كل زهر ناضر ثمر ذليل قول فصيح واضح حكم تسيل ماذا ستروي لنا الليلة يا عم؟ سأروي لكم قصة عن ثلاثة وقعوا في مأزق كبير وكادوا أن يهلكوا ويفقدوا حياتهم. وماذا حدث يا عم؟ نجاهم الله عز وجل. وكيف هذا؟ نجاهم الله بعملهم الصالح، دعوا الله به فأجابهم الله. إذن اروي لنا يا عم حتى نعرف ماذا حدث، لعلنا ندعو الله كما دعوه فننجو كما نجوا. إذن استمعوا يا أبنائي، كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر مشوا حتى نزل عليهم المطر. سبحان الله، لقد تعبنا في سفرنا، لو نجد مكان نأوي إليه حتى نصبح. حتى المطر الآن ينزل، لا بد وأن نجد مكان نأوي إليه. اللهم آوينا، اللهم آوينا. يا إخواني، إني أرى شيئا من بعيد في الجبل كأنه كهف، تعالوا بنا ولننظر هل نستطيع أن نبيت فيه أم لا، لعلنا نجد النجاة فيه. نعم الرأي، أصبت. الحمد لله، إنه كهف حقا، إنه يصلح للمبيت. ادخلوا يا إخواني. بسم الله، بسم الله، بسمك اللهم أموت وأحيا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قم يا عبد الله، وأنت يا عبد الرحمن، قوموا يا إخواني، هيا حتى نكمل المسير ونعود إلى أسرنا سالمين إن شاء الله يا أخي. سبحان الله، لقد أغلق الباب، لقد أغلق الباب بصخرة كبيرة، تعالوا معي لنحركها. لا يخرجنا من هنا إلا الله. نعم، إن ربنا على كل شيء قدير. سبحان الله، فهو سميع الدعاء ولا يخيب الرجاء. إذن تعالوا فلندعو الله بعمل صالح عملناه لله سبحانه. اللهم إنه كان لي أبوان أبرهما، وكنت لا آكل ولا أطعم أبنائي حتى يأكلا، وجئت ليلة فوجدتهما نائمين فلم آكل ولم أطعم أبنائي، والأطفال يصرخون تحت قدمي حتى استيقظا وأطعمتهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلته بطغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. الحمد لله، لقد فرج جزء من الصخرة. ولكن هذه الفرجة لن نستطيع أن نخرج منها. إذن ادعو الله يا عبد الرحمن، عسى الله أن يجعل لنا فرجة هي أكبر من هذه وتتزحزح الصخرة أكثر من هذا. اللهم إنه كان لي أجراء عمال يعملون عندي، فأعطيت كل واحد أجره إلا واحدا منهم لم يأخذ أجرا، فاستثمرته له فأصبح أملاكا كثيرة، ثم أعطيته إياه ولم أنقص منه شيئا. اللهم إن كنت قد فعلته بطغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. الحمد لله، لقد اتسعت فوهة الصخرة.
سبحان الله، إنها لا تتسع لنخرج. إذن هذا دورك يا عبد الله، ادعو الله عز وجل عسى الله أن يفرج عنا جميعا بدعوتك. اللهم إنه كان لي ابنة عم أحببتها حبا شديدا، فأرادت يوما أن تأخذ مالا فأعطيتها ما تريده ولم أفعل ما يغضبك، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. الحمد لله. أرأيتم يا أبنائي كيف أن العمل الصالح والنية الخالصة لله عز وجل ينجي الله بها العباد، وكيف أن الدعاء من أعظم أسباب النجاة؟ كل منكم يجعل نفسه رابعا لهؤلاء الثلاثة، هل عمل عملا صالحا بنية خالصة لله عز وجل حتى ينجو في مثل هذه الأوقات العصيبة؟ سبحان الله، لابد لكل منا أن يعمل عملا صالحا ويخلص نيته لله عز وجل حتى يدعو الله به في وقت الشدة. جزاك الله خيرا يا عم. قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل، رجل سقى كلبا فنال ثوابه واستوجب الغفران بالرب الجميل، وثلاثة بالغار ناموا ليلة نزلت عليهم صخرة الليل الطويل.